طبعا كابتن محمد، ازي حضرتك؟ الو الو، ازيك يا كابتن؟ الحمد لله تمام. كل سنه وانت طيب. طيبين طبعا. استاذ احمد ازيك عامل ايه؟ حبيبي ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يخليك. تمام تاني طبعا ليك وحياتي لكل مشاهدينك وضيفك كابتن خالد غندور. بندق، ازيك يا بندق؟ حبيبي يا محمد، ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ايه الاخبار؟ الحمد لله يا حبيبي، كله تمام. كل سنه طيبين، كل سنه طيبين. طيب كل اللي هم اللي سمعنا كلها بخير ان شاء الله. هو ايه الموقف اللي حصل معاك يا كابتن في النادي؟ والله موقف ان انا بقالي فتره من ساعه الانتخابات يمكن ما عرفتش اعدي على النادي، بقالي فتره كبيره جدا، قلت ابعد شويه عشان الاحداث. طبعا كنت ملتهبه جدا الفتره اللي فاتت، فيمكن كنت معدي بالصدفه، فكان المفروض ان انا اجدد الكارنيه بتاعي. طبيعي يعني راجل عادي جدا عضو عامل داخل يجدد الكارنيه، فدخلت اجدد الكارنيه امبارح قبل الفطار الساعه 2 الظهر كده تقريبا بعد صلاه الجمعه. على البوابه حد قال لك حاجه؟ قال لك طلع ولا اي حاجه خالص؟ قال لك طلع الكارنيه يا كابتن محمد ولا؟ عادي جدا طلع الكارنيه وعادي استقبلوني عادي جدا، وازيك يا كابتن وكل حاجه. يعني قالوا لك وانت داخل طلع الكارنيه برضو يعني؟ لا والله ما حدش قال طلع الكارنيه بصراحه، فاهم؟ بس بس دخلت يعني. دخلت ورحبوا بيا. الفكره ان انا يعني ده معناه ان ما عنديش قرار ايقاف مثلا حتى. يعني مثلا انا قلت مثلا لو انا عندي قرار ايقافي المفروض متعلق على البوابه. تمام. رغم ان انا مش هبقى فاهم الايقاف ليه يعني. فالمهم يعني فدخلت عادي الاشتراكات، دخلت بقدم الكارنيه بتاعي. يعني والله ما اعرفش الناس شافت الفيديو ولا لا، ما حدش عايز خد الكارنيه مني وعمل تليفون، والاقي واحد جنبي تاني بيقدم الكارنيه بيدخله الاشتراك عادي ويدفع وكل حاجه. قلت له يا جماعه هو انا اي حد بيتقدم الكارنيه لازم تعمل تليفون يعني ولا؟ المهم رجع لي الكارنيه وقال لي لا والله كنت مش هينفع نجدد. قلت له ليه؟ قال لي اصل دي بأوامر من الرئيس. قلت له مين رئيس ده؟ فقلت له انا داخل الاشتراكات مش داخل لحد تاني. فاتقال لي بالظبط حضرتك طب ممكن تطلع مكتب الرئيس. قلت له انا اللي اعرفه ان انا بجدد الكارنيه من الاشتراكات. صح. فكل الناس داخله جنبي بتجدد الكارنيه من الاشتراكات. فقلت له ولا في قرار حاجه؟ قال لي لا اصل ممنوع يعني ما ايه ممنوع وفي عندنا ان انت مش هتجدد. قلت له طب اديني ورقه تثبت ان انا مش هجدد. يعني يا ريت تطلع لي بيان او اي ورقه تكتب لي فيها مختومه كده من النادي ان انا مثلا عندي. والله العظيم حاجه منتهى يعني، مش عايز اقول ايه. والله عيب 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 عيب، اقسم بالله حاجه يعني. هو مشيت يا كابتن مجدد؟ تجاوزنا مرحله العيب يا بندو، لان انت دلوقتي حتى لو انت في قانون المفروض ان انا دلوقتي يعني لو في مؤسسات والامور دي كلها المفروض يبقى في حد بيحمي حقوقنا. فانا بطالب طبعا ان انا لازم يتحط يعني لازم يبقى فاهمين المعايير ايه اللي موجوده. رقم واحد. رقم اثنين ان انت هو النادي ده مش ملك حد. لما دفعت عضويه على فكره كنت دافع عضويه بفلوس كمان، مش ما استنيش ان انا اخدها عشان انا لعيب فريق اول يا بندو. فانا لما دفعت عضويه فلوس دفعتهاش عشان خاطر شخص، انا دفعتها لنادي الزمالك. ايا كان مين على كرسي الرئيس ده ما يهمنيش ولا يخصني، انا راجل بتعامل مع نادي الزمالك كيان يعني بتعامل معاك كشخص. لا هو ما فيش اي حاجه قانونيا تمنعك من التجديد. وتخيل بقى ما يكون القائم على اعمال الرئيس رجل قانون. فبقانون بقى بالمزاج بقى. لا واللي بيجدد كابتن النادي يعني واحد. يعني مش واحد عادي كمان. انت عارف يا ابو العيله كان المفروض تعمل ايه؟ ايه بقى بندق؟ تعمل عضويه استثنائيه. عشان انجح. كان هيجدد لك على طول. وحط صوتي. ما طبعا ده رسائل طبعا باينه جدا. الاهم بقى من ده يا بندق ايه؟ ان انا سبحان من الهمني ان انا اصلا مش بتعود ان انا اطلع الكاميرا، بس انا من كتر الضغوط اللي حصلت لي وبعدين الناس. لا انت مصدوم طبعا. الناس بيكلموني بود بيقولوا لي يا كابتن والله دي احنا غصب عننا احنا عبد المامور مش بايدينا. قلت لهم طب يا جماعه انا ما عنديش مشكله اديني بس الورقه ما تفيد ان انتوا مش هينفع. طب اطلع الشؤون القانونيه. طلعت الشؤون القانونيه مقفوله. جابوا لي ناس من الامن بادي جاردات وبتاع عشان يخرجوني. طب يا جماعه ايه عايزين ايه؟ طب الدنيا اوعاد نافع حد يرد عليا. المهم سبحان من الهمني صورت الفيديو. وانا اول ما صورت الفيديو لقيتهم بقى ابتدوا ايه؟ طب يا كابتن لو سمحت في الفيديو. قلت لهم يا جماعه طب انا سمحت جدد لي الكارنيه. يا كابتن لو سمحت في الفيديو. قلت لهم يا جماعه ما انتوا عندكم كاميرات في كل حته في النادي، اشمعنى انا لما اطلع فيديو ما في مشكله يعني. المعلومات اللي عندي ان الكاميرات في كل حته في النادي يعني. بس انت مش سهل يا ابو العيله. انت مش سهل. انت طلعت انت بتسجل دلوقتي. بتسجل. انت بتسجل زي ما غيرك بيسجل. كله بيسجل دلوقتي. مش عارف مين بيسجل لمين دلوقتي. وما طب عايز ايه اللي حصل في الاخر بقى؟ ما جددتش يا كابتن؟ لا طبعا ما جددتش. ايوه طلعت من النادي ما فيش حد قال لك حاجه يعني؟ لا قابلت مدير امن النادي وانا خارج فما فيش ما بيردش عليا، فحسيت ان هو يمكن في كده حاجه اسمها سد الحنك. فتقريبا كان ما كانش ما 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 ما, ما, ما ردش عليا. ثانيا قابلت اللواء علاء مالت وانا خارج. المفاجأة كمان ان انا قابلت كلمت ناس في مجلس الإدارة في جوه المجلس. كلمت هاني العتال، ف
فقال لي والله يا ابو علي انا لحد دلوقتي انا كمان ما جددتش. فدي اجدد حاجه بقى عني. ثاني حاجه قابلت يعني الراجل جوه مجلس الاداره مش عارف يجدد كارنيهو. ثانيه يا راجل ده انت لو كنت لعيب كوره وبتجدد كنت جددت. اه والله فقابلت انت 3 سنين وخدت لك 3 4 مليون في السنه ولا حاجه. قابلت اللي هو علاء مقلد. ليه ده في 40 مليون دلوقتي بتدفعوا كمان؟ قابلت اللي هو علاء مقلد قال لي طب ما تطلع طب المكتب فوق. قلت له اطلع لمكتب مين؟ عشان نتصالح. قلت له مين نتصالح على ايه؟ هو انا جاي اجدد الكارنيه ولا جاي مش فاهم انا؟ بعدين حتى لو هتصالح مش هتصالح ومش هتدخل في دماغي يعني. طيب يعني على العموم انت من المفترض بقى ان انت تعمل محضر بالموضوع ده يا ابو العيلة اعتقد. والله انا هستنى كمان يوم كده عشان اظبط الاجراءات القانونيه لان انا مش فاهم هو ايه الوضع. المهم انا مشوني مش فاهم الوضع يعني. بس انا كان عندي ظروف ثانيه، كان عندي كنت معزوم على الفطار فما عرفتش اقعد كتير يعني. فانا قعدت ان انا اهجل الخطوه شويه لان اللي هو علاء مالت قال لي طب مش عايزين نشوشر الموضوع والدنيا والحاجات دي كلها. فقلت له طب اديني سقف زمني. فقال لي طب نستنى لحد بكره او بعد بكره. فانا مستني لحد بكره ان شاء الله واشوف الامور ماشيه ازاي قانونيا يعني ان شاء الله. انا يا بندق هدفي في القصه ان انا دلوقتي اولا انا بلعب في نادي الزمالك عندي 8 سنين. فانا دلوقتي عندي 38 سنه يعني. يعني انت بقالك 30 سنه وكان عنده 8 سنين بيلعب في النادي. فانا يا بندق قبل يعني انا اصلا اقدم من رئيس النادي. فدي حاجه يعني دي حاجه طبعا ايه يعني لازم تتحط في الاعتبار رقم واحد. رقم اثنين ان زي ما قلت لك ان انا عايز احمي حق القانون يعني. انا مش عايز حد يفوت عليا فرصه ان انت مثلا تسقط عضويتك يعني حتى ولو هي بلغه التعنت. والحمد لله ان الفيديو اثبت الناس اللي بتتعنت. لا هو انا عايز اعرف حاجه، هو انت اساسا يعني خلاص انت دخلت الانتخابات لم توفق، جد كارنيهك الشركات جددوا لك شكرا شكرا سلام عليكم ايه وبعد كده ما تجيش النادي كتير يعني. لا كنت كده عايز اقول حاجه مهمه جدا. انا السنه اللي فاتت قبل ما ادخل الانتخابات كمان تجديد السنه اللي فاتت قبل ما ادخل الانتخابات كان في مدير الشركات كان اسمه الاستاذ عبد الرزاق او عبد الرازق راجل محترم جدا وزملكاوي. عملوا معايا نفس الموقف قبل الانتخابات حتى وقبل ما يكون عندي نيه للانتخابات. تمام. عملوا معايا نفس الموقف والاستاذ عبد الرزاق الله يرحمه قال لي ازاي ده انت كابتن النادي وقعد لي 10 دقائق في مكتبه وعمل شويه اتصالات وجدد لي الكارنيه ومشيت على كده. مين ده؟ برضو مين؟ جدد لي الكارنيه في 10 دقائق. مين الله يرحمه مين؟ الاستاذ عبد الرزاق او عبد الرازق انا مش متذكر اسمه. كان مدير للشركات يا بندق. يعني عايز اقول لك ان النيه كانت مبياته حتى من قبل الانتخابات. تمام. حتى منزل الانتخابات. قررت معايا تاني لان دلوقتي بيقولوا اسمها مدام سهير او مش عارف مدام ايه مدير الشركات لما عرفت بالخبر قالت لهم لا ما تجددش. فرق طبعا من الموظف وموظف او الواضح ان كله بيعمل اي حاجه يعني. بالظبط. بيقولها رئيس النادي يعني. مفيش يعني مفيش عمل مؤسسي يعني وسيستم. لا الكلمه كلمتك والشرطه شرطك يعني. بالظبط. هي القصه كلها طبعا انا بتعود ان انا بقول لك انا مشترك في نادي الزمالك مش مشترك عن شخص يعني ولا يفرق معايا مين الشخص. انا يفرق معايا ماشي يا ابو العيلة ولا يهمك حبيبي وربنا معاك حبيبي وربنا يوفقك. ربنا يوفقك. شكرا يا ابو العيلة. ربنا يوفقك. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا اسامه. يعني مش عارف اقول ايه. لا تعليق. ايه؟ لا تعليق. بالظبط كده. لا تعليق. المشاهد هو بقى اللي بيعلق يعني. لكن